فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن مقيمون في الرياض ونريد أداء العمرة، ونريد الذهاب إلى جدة لعدة أيام، ثم إذا أردنا العمرة رجعنا إلى ميقات السيل وأحرمنا منه، فهل ثم إذا أخذنا العمرة؟ يقول: نحن مقيمون في الرياض ونريد أداء العمرة، وسنذهب إلى جدة لعدة أيام، فإذا أردنا العمرة رجعنا إلى ميقات السيل الذي مررنا به سابقا، فهل فعلنا هذا صحيح؟ هذا صحيح، إذا لم تحرموا من جدة أحرمتم من السيل، هذا صحيح، لكن كونكم تحرمون أول ما تجون السيل وتمرون على مكة وتأدون العمرة ثم تطلعون إلى جدة تبقون فيها ما شئتم، هذا أيسر لكم وأحسن. نعم، أنت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.